السلام عليكم، مساء الخير. شراكم حبيباتي، لاباس؟ ان شاء الله تكونوا ديما بخير. اليوم جبت لكم وصفه سهله، وصفه خفيفه، وصفه صيفيه. حبيتوا ديروها بلا فيوند، حبيتوا ديروها سون فيوند، حبيتوا كي انا نديرها سون فيوند. فرانشمون نبداو ان شاء الله على بركه الله هذه الوصفه، وتشوفوني واش عندي. غير الخضر، عندي زوج فلفلات، واحدة خضراء واحدة صفراء، عندي زوج بصلات هنا، عندي شوية معدنوس، عندي شوية بطاطا قليتها كيما هاك، وشوية إن أوبرجين باذنجان، واحدة باذنجان، وعندي إن بيتيت كوانتيتي دو فيوند هاشي. لي زيبيس ها واش عندي بابريكا، عندي جونجومبر، لو بوافر، إي دو سال. هذا واش تحتاج. نبداو على بركة الله، نشعلوا لابلاك تاعنا. عندنا هنا المقله تاعنا فيها الزيت، انا درت شويه زيت زيتون وشويه زيت نباتي. نحط البصله تاعنا هي الاولى تتقلى، ومن بعد نزيدو عليها الفلافل. انا نسيي كل يوم ندير لكم فيديو ان شاء الله، لي نديرها غوبا في داري نديرها لكم، يا با سوسي. هكا خليوها تتقلى، ولا افيك بليزير انا كي بارطاجي معاكم الغوبا تاعي، افيك بليزير جيم بيان بارطاجي. كان جيتي قراب ليا وتجيو عندي والله نقسم معاكم، يا با سوسي. انا عندي طحرة، الدنيا هذه ما هي دايما حد، اليوم انا هنا وغدوة ما نعرف. هنا البصلة تاعي راهي بدات تذبل، نزيد نحطو عليها الفلافل. ديروا واش عندكم، حبيتوا ديروا غير واحد، حبيتوا ديروا الوان، حبيتوا حسب افراد عائلتكم. نحطوا عليها الكونتيتي تاع لا فيوند هاشي، ولا تحبوا ديروها بالبلوند كوري تقطعوه شويه، تقطعوه رقيق، ولا خليوهم يتقلاو شويه ومن بعد نديروا لهم لي زيبيس. هنا نجيو نديروا لي زيبيس للخريط تاعنا. نديروا له الملح اول شيء، نديرو الفلفل الكحل، شويه زنجبيل، شوية بابريكا، هنا ما نديرولوش طوماطيش، انا نزيد له برك شويه تاع ثوم بودرة. فوالا هذا واش يحتاج.
هنا حبيت نزيد له شويه تاع الماء. فوالا ميم با نص كاس، فوالا ركاردي نص كاس خليت منه شويه، باسكو نحتاجو من نحبوش يجينا ناشف نحتاجو شويه الصوص. فوالا نغطيو عليه ونخليوه يطيب واحد 5 مينيت ولا. طلعوا على المقلة تاعنا، هنا حابين لاصوص هذه حابينها ما نخليوهاش يتبخر، حابينها باش ندير طيب لنا شويه البطاطا باش تشرب لنا البطاطا ولي زوبرجين. هنا راه كلش راه طايب، نزيدو البطاطا تاعنا اللي كنا قليناها. انا قليتها في المقله اللي سون ويل، غير ما درت لها غير مغرفه تاع زيت، عندي لا فريت سون ويل قليتها فيها. نتوما تحبوا تقليوها، اللي ما تحبش الزيت تحب تغليها ولا تفورها ولا لي زوبرجين باغي سي درتهم في المقله في لا فريتوس اوسي. فوالا نخلطوهم يتشربوا شويه هذه لاصوص. انا الفور تاعي راني شعلته، نشعلو له غير الفوق غير باش يتجمر لنا الفرماج. نخليو البطاطا هذه والريزو بارجيني يتشربوا شويه لاصوص ونجيو ليها. ما ركاردي لو بلا تاعنا هاك فرصة يطفي عليه ونخرج، راه واجد عشانا. فوالا البلا تاعنا راه واجد، ترى مازالو سخون، نقسمو نوري لكم برك ام بارتي. ما جيش ناشف جا هايل، شوفوا كيفاش جا. ركاردي نجيبو لاسيات تاعنا، نزيدو لابياس أخرى. ركاردي نقرب لكم هكا باش تشوفوا لا تيكستور. نزيدو لها نزينوها بشويه معدنوس هكا. بون ابيتي. انا هنا راني نصور، راني ندير في لي فوتو. باش نشدهم في زوج باه. هنا وصلنا لنهايه لا فيديو، نتمنى ان شاء الله عجبتكم الوصفه، جربوها ديروها لوليداتكم خفافي و لا بروشين غوسيت ان شاء الله. ونشكركم بزاف على لي كومونتير وعلى البارتاج وعلى ابونمون سي، ميرسي بوكو. الي سلام عليكم، ا بيانتو.